وفي لواء الشبك نظم مركز الأميرة بسمة حفلا بمناسبة عيد الاستقلال 69 بعنوان بصمة انتمائي، وعبر أهالي لواء الشبك عن حبهم وولائهم للوطن ولقيادة الهاشمية الحكيمة من خلال القيام بوضع بصماتهم بألوان الراية لرسم العلم الأردني على لوحة فنية. وتضمن الاحتفال مشاركة العديد من السياح الأجانب والعرب، وتخلل الحفل توزيع الأعلام والهدايا والحلويات على كل من ترك بصمته على العلم بمناسبة عيد الاستقلال. ماشي بسيطة. إن لقائي نفس الصلعة.